لازلنا مع تمرين الحسابيات. هذا التمرين مقترح الموسيقية المركزية أو أمامكم اللي بغي ينجزه من بعد. سننجز الحل بطريقة سريعة. نفس التمرين نعتبر في ان المعادلة جي اللي تعبيرها اكس اس 44 زائد 22 اكس ناقص 1 كتوافق 0 بترديد 43. السؤال الأول بين أن 2016 أولي مع 43. إذا الطريقة المتبعة هي القسمة الأوكليدية المتبعة. نعلم أن القاسم المشترك الأكبر الـ أو بي هو نفسه القاسم المشترك لـ بي و ار، حيث ار هو باقي قسمة أ على بي. نفس الطريقة نقسمو 2016 على 43، سنجد إذا تعطينا 46 ناقص 1978، إذا الباقي هو 38. نعاود نقسمو هاد 43 على 38، 48 على 38 واحد، إذا الباقي هو 5. نعاود نقسمو هاد 38 على 5، إذا 38 على 5 7، 35 الباقي هو 3. نقسمو كذلك هاد 5 على 3، إذا الباقي هنا 5 ناقص 3 2. نعاود نقسموها 3 على 2، إذا 3 على 2 واحد، إذا 2 الباقي واحد، إذا 2 على واحد، 2 باقي صفر. إذا القاسم المشترك الأكبر لهما هو آخر باقي غير منعدم، إذا هذا هو آخر باقي غير منعدم، إذا هو واحد. وبالتالي فالقاسم المشترك الأكبر 2016 و43 هو واحد. تقرأ السؤال الموالي. تحقق أن 2016 حل لهذه المعادلة الجي. تستغل نتيجة السؤال الأول بين أن 2016 و43 أولي، إذا ومنهم حسب مبرهنات فيرما فإن بما أن 2016 و43 أولي فإن لا السعر لو مباراة فيرما بصفتها العامة 2016 أس، فهي بحسب مبرهنات فيرما فهي كتوافق 43 بترديد 2016. لأن حسب مبرهنات فيرما إذا كان بأولي فإن أ أس بي كتوافق أ بترديد بي، نفس الشيء اللي استعملنا هنا. إذا بالتالي في 2016 أس 43 فهي كتوافق 2016 بترديد 43، و2016 فهي كتوافق 2016 كتوافق لنا 38، إذا كتوافق 2016 اللي قسمناها على 43 غيبقى باقي القسمة ديالها هو 38. يعني ممكن نكتبو 38، ومنه إذا حنا بغينا نبينو أن 2016 حل لهاد المعادلة هادي. إذا حنا غادي خطوة بخطوة. إذا عندنا الآن إكس أس 43، ما عندناش إكس أس 44، ومازال ما عندناش 22 إكس. إذا بالتالي غنزيدو هاد 22، 2016 أس 43 زائد 22 كتوافق 22 زائد 38 ترديد 43. إذا 22 زائد 38 غنلقاو أنها كتوافق 17 بترديد 43. ترديد 43. الآن نضربو، باغيين نوصلو لهاد المعادلة هادي، نضربو في 2016، ومنه 2016 أس 43 زائد 22 الكل مضروب في 2016 كتوافق لنا 2016 كذلك مضروبة في 17 ترديد 43. ومنه هنا غتولي عندنا 2016 أس 44 هنا زائد 22 مضروبة في 2016 كتوافق لنا 2016 مضروبة في 17، إذا سنجد أنها كتساوي، إذا كتساوي 34 ألف
272 ترديد 43. إذا 2034272 فهي كتوافق لنا 1 ترديد 43. 2016 ترديد 44 زائد 22 ضرب في 2016 فهي كتوافق 1 ترديد 43. الآن ومنه 2016 ومنه 44 زائد 22 ضرب في 2016 ناقص 1 فهي كتوافق 0 ترديد 43. بذلك كنكون بأن 2016 حل لهذه المعادلة هذه. ليكن إكس حل المعادلة وإكس أولي مع أولي مع 43. السؤال بين أن إكس أس 44 كتوافق إكس أو كاري زائد ترديد 43. ألوغ لدينا إكس أولي مع 43، ومنه حسب مبرهنة فيرما فإن إكس أس 42 فهي كتوافق 1 بترديد 43. وبالتالي نضربه في إكس أو كاري، هنا غتولي إكس أو كاري مضروبة في إكس أس 4. إذا نكتبو مباشرة النتيجة، إذا غتصبح إلا ضربنا في إكس أو كاري كلا الأطراف غتولي هنا إكس أس 44 كتوافق إكس أو كاري ترديد 43، ومنه مطلوب. إذا الهدف من السؤال هو نحلو المعادلة الجي. إذا نحل المعادلة الجي. ألوغ لدينا إكس أس 44 كتوافق إكس أو كاري ترديد 43. المعادلة ديالنا الجي التعبير ديالها هي إكس أس 44 زائد 22 إكس، نعم زائد 22 إكس ناقص 1 ناقص 1 كتوافق 0 ترديد 43. ولقينا حل خاص اللي هو 2016 أس 44 زائد 22 في 2016 ناقص 1 كتوافق 0 ترديد 43. وغنستغلو هاد النتيجة هادي. إذا إلا كان إكس حل فإن إكس أس 44 كتوافق إكس أو كاري بترديد 43، ومنه هادي غتولي نعوضوها بما أن إكس أس 44 كتوافق إكس أو كاري بترديد 43. هاد المعادلة كتوكل في أن إكس أو كاري زائد 2 إكس ناقص 1 كتوافق 0 ترديد 43. وهادي نفس الشيء 2016 أو كاري حتى هي بما أن 2016 حل. إذا يمكننا نطبقوا على هاد القاعدة هادي، زائد 22 هادي 22 في 2016 ناقص 1 كتوافق 0 ترديد 43. الآن نقوم نطرحو السطر الثاني من السطر الأول، ومنه يستلزم أن إكس، شوف الاستلزام، إكس أو كاري ناقص 2016 أو كاري زائد 22 عامل لي إكس ناقص 2016 وناقص 1 مع هاد ناقص ناقص 1 غتولي ناقص 1 زائد 1 أي 0. إذا فهي كيوافقنا 0 بترديد 43. يعني هاد سيتم اختزال بهاد ناقص 1 مع هاد ناقص ناقص 1. إذا هذا كيستلزم أن الآن نعملو باش يمكننا نحلو هاد المعادلة. ألوغ بالتالي إكس ناقص 2016 عامل لي إكس زائد 2016 زائد 22 عامل لي إكس ناقص 2016 فهي كتوافق لنا 0 بترديد 43. هادشي كيستلزم أن عندنا هنا نعملو بإكس، أن إكس ناقص 2016 عامل لي إكس زائد 2016 زائد 22 غتولي 2038 كتوافق لنا 0 بترديد 43. إذا وجدنا أن إكس ناقص
2016 عامل لإكس زائد 2038 فهو كيوافق لنا 0 بترديد 43. ومنه بما أن 43 أولي فقط، لأن 43 أولي ففقط أحد التعبيرين يقسم 43. إذن ومنه ف إكس ناقص 2016 كيوافق 0 بترديد 43، أو إكس زائد 2038 كيوافق لنا 0 بترديد 43، لأن 43 أولي كما قلنا. إذن هذا يستلزم أن إكس إذا 2016 فهي كتوافق لنا 2016 كتوافق 38 بترديد 43، أو إكس كتوافق لنا إكس كتوافق 2038 أو نفس الشيء هي كتوافق 17 بترديد 43. ومنه فإكس كيساوي 43 ك زائد 38، أو إكس كيساوي 43 ك زائد 17، حيث ك كينتمي ل n، لأن قلنا نحل في n، نحل المعادلة في n. إذا هذه هي مجموعة الحلول، كتكتب على الشكل هذا: 43 ك زائد 38، أو 43 ك زائد 17، حيث ك كينتمي ل n. إذا كان هذا بعجالة حل التمرين هذا، أو نص التمرين اللي بغى ينزلو فقط نزلناه بعجالة. شكرا على المتابعة، لتمرين آخر.